العزيز العلام وصلي على سيد الأنام. سبحانه الملك لا إله غيره، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، لا شبيه له ولا ولد. نادى فقال قل هو الله أحد، خص نفسه رب الناس رب الفلق، خلق ابن آدم من علق، علم سيد البشر في آيات قرآنه فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، جعل القرآن هداية للناس، وجعل النبي بشيرا ونذيرا وداعيا إليه. صلوا على رسول الله تسعدوا، فإن بالصلاة عليه من عصى الله يهتدي. صلاة وسلاما على نبي الكمال والجمال، ما أجمل صفات الرسول، لو سألت عن شعره فكم كان ليلا بهيجا، ولو سألت عن فمه فكم كان لينا، ولو سألت الصديق عن ريق محمد يقول أشفى الثعبان أليما، ولو سألت عن يديه فكم أحيت عديما، ولو سألت عن قدميه فكم ساعت وقدمت للإسلام تقديما. أما إن سألت عن الخلق فسل أهل الطائف، بعد أن سالت قدمه الدماء كان بهم بأمر الخالق رحيما. وقالت أم المؤمنين عائشة خلقه القرآن كان كريما، وربي عظم خلقه فجعله في القرآن عظيما. صلوا عليه وسلموا تسليما لما الطيب الكريم في هذا اليوم الطيب الكريم، وفي ليلة تكريم راحل كريم. لا أزكيه على الله في شيء، ولكن أسأل ربي أن يتغمده بواسع رحماته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وزويه الصبر والسلوان. عود طيب كريم لساحة القرآن الكريم، من قال به صدق، من حكم به عدل، من استمع إلى آية منه وعمل بها كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة. هيا بنا لنعيش مع قارئ يتحلى بالأدب والصوت العذب، حقيقة ليست كذب لا مجاملة، هو المميز بحسن المعاملة ولا نفاق، هو القارئ المميز بالأخلاق، وأنت لسماعه بصوته العذب تشتاق. فضيلة القارئ العلم الشيخ أيمن عيسى حطيبة، علم إذاعات مصر والعالم الإسلامي، والمقيم بالحطيبة أبو حماد شوقية، يمتعنا بآيات رب البرية. فيا من تجلس لكي تجد النجاة في الدنيا وتسعد في الآخرة، صلي على سيد البشرية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات
السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله
الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع وعمل عامل
عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرن تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للآخرين
الأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. تلاوة قرآنية طيبة مباركة لفضيلة القارئ العلم الشيخ أيمن عيسى حطيبة القارئ والمقيم بعرب الحطيبة أبو حماد شوقية باسم العائلة الكريمة. شاكرا لابن عمدة نواب الجمهورية السيد النائب ابن النائب خالد بك مشهور، وشاكرا الى صقر وزارة الداخلية الاسبق ورئيس اللجنة الامنية بمجلس النواب السيد النائب اللواء عبد الله لاشين، وشاكرا ايضا لصاحب الواجب السيد المحاسب عمرو بك التونسي علم الواجب، وشاكرا الى علم الفراش الاول بجمهورية مصر العربية حق سعيد سامي الصغير، وشاكرا الى كل من اتى ليقدم واجب العزاء باسم ابناء الراحل الكريم الدكتور خالد محمد علي والمهندس علي محمد علي والكابتن اسامة محمد علي، وباسم السيد اللواء احمد بك النادي والاستاذ ابراهيم الشوقاوي السيد المستشار ماهر بك ابراهيم والمهندس حمزة ابراهيم الحاج السيد الحسن ابو العنين والمهندس حسن ابو العنين والدكتور احمد ابو العنين والمهندس خالد ابو العنين، الى كل من اتى ليقدم الواجب لاهل الواجب ولا يعرف الفضل لاهل الفضل الا زووه، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شاكرا للهندسه الاذاعيه الدوليه المهندس محمد السيد عبد الوهاب بشت قايد الزقازيق شوقيه خدمات الفندقيه الخاصه بقاعه الشبان المسلمين المتر عبده والمتر اسامه، وشاكرا لهندسه تصوير الهواء وعميد مصورين الجمهوريه المهندس العالمي ناصر صلاح وحده البث المباشر والتقنيه العالميه والجوده المهندس الخلوق صلاح ناصر صلاح. جمعنا الطيب الكريم لقاؤنا بعد صلاة العشاء، والقرآن الكريم من قال به صدق من حكم به عدل، صلي على سيد البشر تجد الإيمان في قلبك أسرع من وجود البشر.